بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم أيها الكرام في درسنا لهذا اليوم للصف الثالث ثانوي، المادة فيزياء. عنوان الدرس أيها الكرام مراجعة الترانزستورات، وصف النواة والقوة والطاقة الربط النووية. هذا عنوان درسنا لهذا اليوم. نشكر الأستاذ محمد الشهري على حسن إعداده لهذه الدروس. معكم أخوكم أحمد الشعبي في تقديم هذا الدرس، فعلى بركة الله نبدأ. أهداف درسنا لهذا اليوم أيها الكرام: أولا توضح كيف يمكن للترانزستور العمل على زيادة تضخيم تغيرات الجهد، توضح أهمية الرقائق الميكروية في صناعة الإلكترونات الحديثة، تحدد عدد النيترونات والبروتونات في النواة، تعرف طاقة الربط النووي للنواة، تربط الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي مع التغير في طاقة الربط النووية في أثناء التفاعل. أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الكرام. هذه أهداف الدرس. نبدأ يا هند ويا فاطمة مباشرة إن شاء الله في هذا الدرس، والدرس المهم جدا. الترانزستور هو عبارة عن أداة بسيطة مصنوعة من مادة شبه موصلة معالجة، وإما أن يتكون الترانزستور هذا من نوعين، طبعا ينقسم إلى نوعين. النوع الأول يسمى MBN، أو من النوع الثاني BNB أو BNB. هذه هي أنواع الترانزستور. إذا كان النوع MBN فهو عبارة عن طبقتين من مادة شبه موصلة من نوعين، على طرفي طبقة رقيقة مصنوعة من مادة شبه موصلة أيضا من النوع B. تسمى الطبقة هذه اللي في البي هنا، اللي هي تسمى الطبقة المركزية، القاعدة، تسمى القاعدة. الوظيفة الترانزستورات عموما مضخم في أجهزة التسجيل، هذا رقم واحد. ثانيا التحكم في التيارات في الحاسوب. هذا بالنسبة للترانزستورات. الرقائق الميكروية تتكون من آلاف الترانزستورات والدايودات والمقاومات والموصلات. هذه رقائق صغيرة جدا موجودة في الأجهزة الحديثة، اللابتوبات والجوالات والأجهزة الحديثة جميعها موجودة فيها هذه الرقائق. تبدأ الرقائق ببلورة واحدة من السيليكون عالي النقاوة صغيرة الحجم، تأخذ حيز صغير، ولذلك تنقل الإشارات خلال مسافات صغيرة جدا، ولذلك تزداد سرعة الحواسيب وتصغر حجمها. لذلك هذه الملحوظة مهمة جدا، راح تأتينا أيضا في سؤال. تأخذ حيز صغير ولذلك تنقل الإشارات خلال مسافات صغيرة جدا، ولذلك تزداد سرعة الحواسيب مع صغر حجم هذه الحواسيب مقارنة بسرعتها العالية جدا، فهي صغيرة، الحواسيب صغيرة جدا ولكن سرعتها عالية كبيرة جدا، لا تقارن بالأجهزة القديمة. طيب نأتي الآن إلى النواة. النواة هذه النواة في الداخل لو تشاهدونها عندنا العدد الكتلي، أي نواة لو نكتبها مثلا بالرمز هذا، نكتب مثلا الرمز هذا عندنا الإكس، أي نواة فيها عدد كتلي A وفيها عدد ذري يسمونه زد، A وزد، خلاص واضح يا هند ويا فاطمة. الA هذا هو مجموع الA هذا هو مجموع الN اللي هي النيترونات زائد مجموع البروتونات اللي هي البروتون الإلكترون المول البروتون، خلاص إلكترون أو بروتون سميه بي عشان يكون أوضح لكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا هو العدد الكتلي. عندنا الزد هو يساوي عدد البروتونات، يساوي عدد البروتونات مباشرة، خلاص. إذن عندنا الإكس يرمز لوصف العنصر، أي عنصر كان، A يمثل العدد الكتلي وزد يمثل العدد الذري. هذا بالنسبة إلى النواة والعنصر، وكيف نستطيع أن نقول أن العنصر أو النواة ماذا يمثل، العدد الذري أو عدد الكتلي. النظائر أنوية لذرات لها نفس عدد الذري وتختلف في العدد الكتلي وتسمى نواة النظير نويدة، يعني معنى الكلام هذا
يعني إذا كان عندنا عنصر لهما نفس العدد الذري اللي هو الزد، خلاص الزد هو نفسه، لكن يختلفون في العدد إيش؟ في العدد الكتلي، يختلفون في العدد الكتلي. ما في مشكلة يا أهلات، تستفيدون لتحضير للدروس القادمة. طيب هذه لا في فيزياء ثلاثة، وليست فيزياء أربعة، هذه فيزياء النظام الفصلي العام. طيب عندنا الـ A، هذا يسمى هذا الـ A بوحدة الكتلة الذرية، ليو عفوا يسمى وحدة الكتلة الذرية، وحدة الكتلة الذرية يرمز له بالرمز U. عندنا شحنة الإلكترون تقريبا تساوي حاصل ضرب عدد النيترونات والبروتونات، يعني كتلة الإلكترون شحنة النواة، هذه شحنة النواة تساوي زد في E، زد في E تساوي عدد البروتونات مضروبا في الشحنة الأساسية، عدد البروتونات مضروبا في الشحنة الأساسية، هذا بالنسبة للزد، الزد E. طيب أحاول أن أكون واضح معكم، أوضح لكم بعض الأشياء المهمة دامكم ما حضرتوا أو باقي ما أخذت الدروس هذه. القوة النووية القوية هي القوة، لأن عندنا قوة نووية قوية وضعيفة، القوة النووية التي تؤثر بين البروتونات والنيترونات الموجودة في النواة والقريبة جدا بعضها إلى بعض، هذه القوة النووية القوية. خصائص القوة النووية القوية أنها تزيد 100 مرة على القوة الكهرومغناطيسية، 100 مرة، مداها قصير ويساوي نصف قطر البروتون، قوة تجاذب تؤثر بين جميع محتويات النواة معا، تسمى كل من النيترونات والبروتونات النيكلونات، النيكلونات تحافظ القوة النووية الهائلة على بقاء النيكلونات في النواة. طاقة الربط النووي تحسب من قاعدة أو قانون استنتج أينشتاين، E تساوي MC تربيع، طاقة الربط النووي هي الطاقة المكافئة لفرق الكتلة، لفرق الكتلة. الطاقة المكافئة يعني واحد وحدة كتلة ذرية تساوي 1.49214^10 جول، أي أن واحد وحدة ذرية أو وحدة كتلة ذرية من الكتلة تكافئ 931 ميجا إلكترون فولت، ميجا إلكترون فولت. هذا بالنسبة إلى الخصائص الموجودة عندنا في القوة النووية القوية. طيب نأتي الآن إلى سؤال في ترانستور. الترانستور عموما يرسم بهذه الرسمة، يعني إذا عندنا هذه الدائرة وعندنا هذا نسميه البي القاعدة وعندنا بهذه الطريقة السي وعندنا بهذه الطريقة أيضا لون آخر، راح نسميه الإي. إذن عندنا سي وبي وإي، عندنا قاعدة وعندنا جامع وعندنا بعث، هذا البي راح نسميه القاعدة، والإي نسميه الباعث، يا سلام عليك ما شاء الله، والسي نسميه الجامع. ما معنى رأس السهم على الباعث؟ في طبعا هنا في رأس سهم هنا بهذه الطريقة. السؤال يقول ما معنى رأس السهم على الباعث في رمز دائرة الترانستور؟ أحسنت يا آلاء، التيار الاصطلاحي، التيار الاصطلاحي هو التيار الاصطلاحي، إذن يوضح السهم المرسوم على الباعث اتجاه التيار الاصطلاحي، ما شاء الله تبارك الله، أحسنت بارك الله فيك يا آلاء. إذن هذا يمثل التيار الاصطلاحي، أحسنتي ما شاء الله تبارك. طيب أتمنى تكون النقطة هذه واضحة. إذن التيار الاصطلاحي هو الذي يمثل، هو معنى الرسم، رسم السهم على الباعث، هذا الباعث وهذا السهم هنا، لاحظ السهم هذا هو، هذا السهم يعني اتجاه التيار الاصطلاحي، اتجاه التيار أو التيار الاصطلاحي. علل، تكون قاعدة الترانستور رقيقة جدا، ما هو السبب؟ لماذا تكون قاعدة الترانستور رقيقة جدا؟ السبب أيها الكرام، بما أنكم ممتاز أحسنت يا بارك الله فيك يا ألم، بسبب تقلل تدفق الشحنات بواسطة التيار،
بواسطة التيار اللي هو الاي بي. طيب تقلل تدفق، احسنت يا لا تقلل تدفق الشحنات. طيب هذا هو التعليل الاول. التعليل الثاني عندنا الحواسيب الحديثة الصنع اكثر صغرا في حجمها وسرعة في ادائها. قبل قليل ركزنا عليه جدا يا فاطمة كنت معنا، ما هو السبب؟ لماذا الحواسيب الحديثة الصغيرة الآن صغيرة في الحجم لكن سرعة أدائها كبير جدا؟ يلا في المراجعة قبل قليل كتبناها. ها بسبب الإشارات أقول، لأن ممتاز الرقائق الميكروية أحسنتي، هذا السبب عبارة عن إشارات هي إلكترونية تنتقل فيها، تنتقل خلال مسافات إيش؟ ها قصيرة جدا ممتاز، قصيرة جدا. فهذا السبب هو زيادة سرعة الحواسيب مع أن صغر حجمها، بسبب اللي هي عبارة عن رقائق، نقول قوسين الرقائق الميكروبية. طيب ممتاز أيها الكرام، إذا كانت الطبقة المركزية، إذا كانت الطبقة المركزية مصنوعة من مادة شبه موصل N، فإن الأداة تسمى ترانزستور من النوع PNP NPN BPN NNP. يعني إذا كانت الطبقة المركزية اللي هي القاعدة في الترانزستور، القاعدة دائما، لاحظوا معي القاعدة دائما هذه تسمى، إذا كان عندنا ترانزستور بهذا الشكل، هذا لون مثلا، هذه قاعدة، وهذا اللون الآخر، خلاص هذا N وهذا B وهذا N. إذا كانت الطبقة المركزية اللي هي القاعدة مصنوعة من ال N وليست من ال B، فماذا نسميها؟ أحسنتم، BNB. ممتاز بارك الله فيكم، هذا هو الجواب، BNB هو الجواب أول واحد، نسميها BNB. طيب في مخطط الترانزستور في الدوائر الكهربائية يوضع سهم على، في مخطط الترانزستور في الدوائر الكهربائية كما رسمنا قبل قليل، السهم يوضع سهم على القاعدة، على الباعث، على الجامع أو الباعث، لا فرق. الرسم اللي رسمناه قبل قليل لو تذكرون، هذا الرسم في الدائرة، ثم قلنا هذه القاعدة سميناها بي، وبعدين حطينا سهم من هنا بهذا الشكل وسهم آخر بهذا الشكل سي، وهذا سميناه إي، وهذا سميناه الإي ما هو الباعث. ممتاز، سميناه الباعث. إذن يوضع هذا السهم على الباعث لأنه يشير إلى اتجاه التيار، يشير إلى اتجاه التيار. عفوا، الجسم الوحيد المشحون داخل النواة. يلا يا شباب، من يستطيع معرفة هذا الجواب؟ سؤال هذا جواب هذا السؤال، الجسم الوحيد المشحون داخل النواة هو ماذا؟ البوزيترون ولا الإلكترون ولا النيترون؟ ما رأيكم؟ الإلكترون مشحون، الجسم البروتون هو الجسيم الوحيد المشحون داخل النواة. ممتاز بارك الله فيكم، إذن هو البروتون هو الجسيم الوحيد المشحون داخل النواة، هذا هو جواب. طيب ممتاز يا لا، ما في إشكالية، لا ما. إذن هذا هو، أحسنتم بارك الله فيكم جميعا، فاطمة وآلاء ما شاء الله تبارك الله. طيب العدد الذري زد، العدد الذري زد ما هو؟ عدد الإلكترونات، عدد البروتونات، عدد النيترونات، عدد الكتلة. يلا ما رأيكم؟
الزد ما هو عدد البروتونات. ما شاء الله تبارك الله يا فاطمة أحسنتي، عدد البروتونات. طيب ليش قلت السي؟ عدد البروتونات والبي، عدل يا، عدد البروتونات والبي صح؟ صح ولا لا؟ الجواب بي وليس سي، الزد هو عدد البروتونات. ممتاز ممتاز بارك الله فيكم. إذن عدد البروتونات، عدد البروتونات هو العدد الذري زد. طيب عدد كتلة البروتون الواحد تساوي، كتلة البروتون الواحد تساوي ماذا؟ كتلة البروتون الواحد واحد تساوي واحد وحدة كتلة ذرية أم اثنين وحدة كتلة ذرية أو ثلاثة وحدة الكتلة الذرية أو أربعة وحدة الكتلة الذرية. طبعا يا شباب البروتون والنيترون كتلة تساوي تقريبا هي واحد يو، يعني واحد وحدة الكتلة الذرية. هذا هو الجواب، هذا جواب السؤال، هذا جواب السؤال. كتلة البروتون الواحد تساوي واحد وحدة الكتلة الذرية. اي نعم. إيه. طيب سؤال آخر، العدد الكتلي A هو عدد البروتونات، الإلكترونات والبروتونات، البروتونات والنيترونات، الإلكترونات والبروتونات. يلا لا تستعجل، لا تستعجلون يا شباب، يلا يا أبطال، يلا يا آلاء يا فاطمة، تفكير دقيق كذا بسيط. السي البروتونات والنيترونات، آلاء تقول السي، ما رأيك يا فاطمة؟ ممتاز أحسنتم جميعا. نعم عدد الكتلي A هو عدد البروتونات والنيترونات، A يساوي البروتونات زائدا النيترونات. هذا هو الجواب الصحيح، أحسنتم. طيب جميع نويدات العنصر لها عدد نفسه من البروتونات وتختلف في النيترونات، لها عدد نفسه من النيترونات وتختلف في عدد البروتونات، لا يوجد فيها نيترونات، تحتوي على النيترونات فقط. نواة أول شيء، وش معنى نويد هذه؟ النويدة، النويدة هي نواة النظير، نواة النظير تسمى النويدة. النويدات جميع النويدات لها العدد نفسه من البروتونات تختلف في عدد النيترونات، أم العدد نفسه من النيترونات وتختلف في عدد البروتونات، لا يوجد فيها النيترونات أصلا، تحتوي على النيترونات فقط. الجواب الصحيح أيها الكرام هو الـ A. نعم يا فاطمة بارك الله فيك، هو لها العدد نفسه من البروتونات لكنها تختلف في عدد النيترونات، تختلف في عدد النيترونات. هذا هو الجواب لهذا السؤال. طيب يلا من يستطيع إجابة هذا السؤال؟ ممتاز يا لا صحيح، انت قلت واحد يعني ايه ممتاز بارك الله فيك. اذا كان عندنا نظير الزئبق، نظير الزئبق هذا اتش جي العدد الكتلي له 200 والعدد الذري له 80، عدد النيترونات كم؟ عدد النيترونات كم؟ سي اللي هو 120 تقول اهلا. طيب شوف فاطمة، شوف فاطمة كم تقول؟ 120 أحسنتم، يساوي 120. هذا هو الجواب، ممتاز بارك الله فيكم. نعم تفصيل رائع جدا، 200 تقولين ناقص 80 يساوي 120، ممتاز. القوة النووية هي القوة التي تؤثر بين البروتونات والنيترونات داخل النواة، البروتونات والنيترونات داخل النواة، البروتونات والبروتونات داخل النواة. ما رأيكم ما هذا هو الجواب؟ القوة النووية أو القوة القوية النووية هي القوة التي تؤثر بين البروتونات والنيترونات الموجودة في النواة والقريبة جدا بعضها إلى بعض. هو الجواب بي، الجواب بي نعم، الجواب هذا بي، هي البروتونات والنيترونات داخل النواة. طيب يا كرام سؤال أخير ممكن، النيكلونات ما هي، ما تسمى، ماذا تسمى النيكلونات؟ تسمى البروتون داخل النواة،
النيترون داخل النواة، النيترونات داخل النواة، الإلكترونات داخل النواة. ما رأيكم؟ طيب أيها الكرام، هنا أني أحسنت بارك الله فيك، على هنا فيه يعني البروتونات داخل النواة، النيترونات داخل النواة، النيترونات والبروتونات، المفروض ها النيترونات والبروتونات هنا داخل النواة، يعني هنا البروتون وإيش نقول؟ نعم نقول A وB، يعني ممكن نضيف هنا، يعني هذا هو الجواب عندنا، البروتونات والنيترونات، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، جميع هذه الإجابتين صحيحتين، النيكلونات هي مسمى للبروتونات والنيترونات داخل النواة. أيها الكرام أشكركم شكرا كبيرا جزيلا على حسن حضوركم لدرسنا لهذا اليوم، أراكم إن شاء الله بإذن الله في دروس أخرى بعد الإجازة، هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.